نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. ملف مهم جدا جدا، ويا ما اتكلمنا فيه وقبل كده وقبل ما يحصل فيه شغل وقفزة للأمام بالشكل ده، اتكلمنا وتناقشنا فيه مع حضراتكم. لما بنقول الدولة دي دولة شابة، ولما كنا بنتكلم على تمكين الشباب وإنه ما يكونش شعار لكن يكون ليه مردود على أرض الواقع، وإن العبرة في الجهاز الإداري للدولة مش بالسن أو مش بالدرجة الوظيفية وتترقى وتاخد مكان، لكن إنك بتشتغل على نفسك، إنك عندك كفاءة تأهلك إنك تكون موجود في المكان ده، إن يبقى دايما في صف تاني وتأهيل الشباب للقيادة وأفكارهم وشغلهم يكون واضح وهم المستقبل. عشان كده النهارده بنفتخر ان معانا، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن معاونين ومساعدين للساده الوزراء، لكن النهارده اللي معانا هو اصغر معاون في الوزاره او في الحكومه، سيف صالح، معاون وزيره التخطيط للسياسات العامه والاستثمار، اللي مشرفنا النهارده في الحياه اليوم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ. والله مش هقول لك يا استاذ سيف ولا دكتور سيف ولا ايه. بص انا الاول عايز اقول لكم، هو عنده 23 سنه، بسم الله ما شاء الله. نخليها سيف بقى. يعني هو بغض النظر عن اي حاجه، بس فعلا 23 سنه بس سي في مليان ودسم، وهنعرضه دلوقتي قدام المشاهدين، وعايزه برضو انك تكلمنا عنه. بس في الاول خبر انه يتم اختيارك كمعاون لوزيره التخطيط، ازاي استقبلت حاجه زي كده؟ ازاي استعدت ليها؟ وفي وسط الكلام برضو انت مين؟ تمام. في البداية أنا بحب أشكر حضرتك على هذه المقدمة. طبعا أنا سيف صالح، اتخرجت من جامعة كينجز كوليدج في لندن، درست إدارة أعمال، تخصصت في الجزء اللي هو المالية والاستثمار. ما بين كل سنة دراسية كنت بسعى لأن أنا أجرب وأشتغل في مؤسسات في الصيف، أن أنا أبحث عن برامج تدريبية مختلفة. فكان كل سنة بحاول أن أنا أعول على معارفي وعلى فرص، وأبحث فرص في مصر أو في الإمارات أو في إنجلترا. فكنت بالتالي بحاول أن أنا أشتغل على نفسي وأن أنا أكتسب مهارات عملية، لأن هي دي كان بالنسبة لي أهم من اللي أنا درسته في الجامعة. فكان كل سنة بعمل ده، وما بين كل سنة دراسية بعمل ده، لغاية لما آخر سنة بقى جت. أنا كنت يعني بعشق الاقتصاد، بس على المستوى النظري وليس على المستوى العملي وليس على المستوى النظري. فانضممت لشركة اسمها فرانتير فيو. الشركة دي شركة استشارات وأبحاث اقتصادية، مقرها في لندن. كنت بشتغل بارت تايم إلى جانب الجامعة. كنت وقتها مع الجامعة طبعا. كان فرصة برضو كويسة جدا ان انا اشتغل. كنت متخصص في ابحاث اقتصادية على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، طبعا وفقا لخلفيتي يعني. واشتغلت في ده، واول لما اتخرجت طبعا كان في ازمة كورونا، كانت بتلعب اعظم ادوارها في سوق العمل. فطبعا انا اول لما اتخرجت ما كانش في اي فرص مطروحه يعني او موجود على ارض الواقع، لغايه لما كان وقتها معالي السفيره الوزيره السابقه نبيله مكرم، وزيره الهجره والمصريين في الخارجيه السابقه. انا طبعا في البدايه وقبل اي شيء انا بنتهز هذه الفرصه لاتقدم لها بتحيه اجلال وتقدير واعتزاز على الحقيقه كل شيء، على فتره عملها في الوزارة، وعلى المبادرة اللي هي بتقوم بها اللي هي بإطلاقها في الأيام اللي فاتت، وعلى شخصيتها القيادية وعلى صمودها وعلى تماسكها. وبدأوا يعني أن ربنا يعدي محنتها دي على خير ويطمنها على ابنها. وطبعا هي وقتها لما كانت عاملة مبادرة اسمها مبادرة الشباب الدارسين في الخارج، صحيح. وأنا كانت هي بتنظم زيارات في المشروعات القومية المختلفة للمناطق الأثرية، فأنا رحت واحدة من الزيارات دي كانت إلى مدينة الجلالة، وكان زرنا جامعة الجلالة. وقتها أنا طبعا راجع من انجلترا وسمعت، كانت هي طبعا طلعت وادت كلمة واتكلمت، فوقتها أنا طبعا قاعد بسمع. فقالت احنا ممكن في ظل التوقف الجامعات وتوقف الدراسة والفترة اللي انتم موجودين فيها في مصر هنا، تبقى فرصة كويسة ان انتم تخشوا تجربوا من خلال برامج تدريبية في المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة. طبعا انا قاعد بقالي 4 سنين عايش برا مصر، مش فاهم ومش مصدق ان في وزراء بيفكروا كده، وعايزين يضخوا دم جديد وافكار جديده طبعا، ومش مش مش فبقى لي فتره قاعد بره البلد. فقلت والله دي ممكن تبقى فرصه كويسه ان الواحد اهو يقضي وقت يستفيد من وقته باي شيء. فقلت
ممكن تبقى فرصه كويسه ان احنا نبدا كويس. نشتغل من خلال فرصه تدريبيه في وزاره التخطيط والتنميه القضائيه. فروحت لها قلت لها معالي الوزيره انا تخصصي كذا وتخرجت من كذا، واعتقد انها تبقى فرصه جيده جدا بالنسبه لي ان احنا ممكن نشوف وزاره التخطيط بما انها اكثر وزاره اعتقد في الوقت ده كانت مناسبه لتخصصي الدراسي، ووزاره فيها ملفات اقتصاديه عديده جدا. فطبعا وقتها هي ثاني يوم، وكان مش انا بس، كان في برضه زملاء تنميل طلبوا ان هم في ناس راحت البيئه وناس راحت وزاره البيئه وناس راحت الهيئه العامه للاستثمار وناس راحت وزارات اخرى. تمام. من خلال برامج تدريبيه. فطبعا انا رحت التخطيط كمتدرب، قعدت هناك فتره قد ايه؟ 3 شهور. لغايه لما الوضع عجبني وشغلهم وشغلي عجبهم يعني. فطبعا انا رحت هناك من خلال مقابله الاول خالص وانضممت، وطبعا كان في تحدي في الاول ان انت ازاي تتاقلم على الوضع في مصر، مش بس في مصر لا في الحكومه المصريه طبعا لما تتقارن بالمؤسسات اللي انا اشتغلت فيها. لا مفهوم طبعا. طب فكانت مهم جدا في الاول ان انا افهم الوضع كويس قوي، وبعد كده بدات في بالعمل كمحلل سياسات في المكتب الفني للوزيره معالي الوزيره الدكتوره هاله السعيد، طبعا كل التحيه ليها. وبعد كده قعدت في الوزاره 2.5 سنين لغايه 3 شهور بتتدرب، 2.5 سنين بقى بتشتغل في المكتب الفني. بالظبط 2.5 سنين بشتغل في المكتب الفني، وطبعا بحكم الدور اللي انا بلعبه في المكتب الفني فانا بعاون الوزير في الملفات اللي هو بيديرها، فكان الدور المعاون ده كان موجود وكنت بتدرب عليه، وكنت بحاول ان انا على قد ما اقدر بعد ما فهمت الشغل ان انا ببدا ايه اخد مبادرات ان انا احاول اساهم في صناعه سياسه. ايه بقى دورك؟ ايه المهام بتاعتك؟ المهام بتاعتي في الـ في الـ في, الـ في الوزاره كمعاون. ما انت قلت لي انك اني يعني كان يعني بيتم تاهيلي كمان، او ده نفس شغلك وتخصصك كمعاون او قبلها في المكتب الفني؟ مظبوط. بس هو طبعا مهنتي كمعاون دلوقتي او شغلتي كمعاون او دوري كمعاون ليه ملفات معينه انا بشتغل عليها. بشكل عام بتعمل ايه؟ بشكل عام من ضمن اهم الامور اللي انا بشتغل عليها هو ملف الاستثمار. ايوه. وده طبعا انا بالنسبه لي من اهم الملفات، لان الاستثمار يعني تشغيل، الاستثمار يعني انتاج، استثمار يعني منافسه في الاسواق، منافسه في الاسواق يعني افضل المنتجات والخدمات بانسب الاسعار، ده بيترجم طبعا الى في ابتكار وفي توطين للتكنولوجيا، التوطين ده بيترجم بعد كده لتنافسيه على مستوى الاقتصاد الكلي. بس استناني بقى، الكلام ده في الداخل ولا بحكم خبرتك قبل كده وشغلك بؤسسات اقتصاديه يعني عالميه في لندن او في الامارات او غيرها زي ما انت سميت من شويه، ده اللي بتستهدفه او بتشتغل عليه؟ لا ده حاليا في الداخل. تمام. وده مهم جدا في الفترة الحالية، لأن احنا كدولة المصرية في الفترة اللي فاتت أنفقت الكثير جدا على البنية التحتية، وده شرط أساسي لتقدم وازدهار أي دولة وأي اقتصاد، بالذات لما اقتصاد ناشئ زي الاقتصاد المصري، ولكن ده يبقى شريطة إن أنا أعرف يواكب هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية إصلاحات سياسية وتهيئة لمناخ الأعمال وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات. وده اللي أنا بحاول إن أنا أشتغل عليه بأكبر قدر ممكن من خلال تعميق الشراكات. طيب المؤشرات الاقتصادية اللي بتجيلنا من المؤسسات الدولية كويس، إزاي برضو بتخدم على الفكرة دي وعلى شغلك في جذب الاستثمار؟ يعني طبعا هي بتخدم في الاستثمار اللي احنا بنفهم الترندز ماشية إزاي بره ونحاول إن احنا نضمنها. طبعا عملية التخطيط ودي برضو دي بتتابعها برضو طبعا، لأن عملية التخطيط عملية ديناميكية، لازم نفهم ايه اللي بيحصل في العالم ونتاكد ان ده بيتم تضمينه في الخطط اللي بيتم وضعها داخل الوزاره. فبالتالي لازم نتابع التطورات العالميه ونتاكد ان الخطط الوطنيه بتاعتنا بتتسق مع التطورات العالميه. سيف، ديوان الوزاره وانه دم جديد وشاب 23 سنه كمعاون للوزير موجود، اكيد الفكره ممكن تكون البعض بيستحسنها قوي 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 والبعض بيقاومها يقول ده مين ده لسه صغير جاي يعمل ايه، واحنا عارفين مع كامل الاحترام للجميع يعني، بس التجربه دي اللي انت يعني شغال فيها ودلوقتي يعني خدت خطوه اهم واكبر، بتتعامل ازاي بقى مع اللي بيساعد ومع اللي بينتقد كمان؟ يعني قول لي برضه اجواء العمل عامله ازاي بالنسبه لك؟ والله انا من ساعه لما انضممت لوزاره التخطيط الزملاء
بدايه من معالي الوزيره اللي انا بتشرف ان انا بعمل تحت قيادتها، وكل الزملاء اللي انا عملت معهم كانوا داعمين رئيسيين، وهو اي نجاح انا قدرت احققه في المكان في فضل كبير جدا اقدر انسبه للمكان ده. في الحقيقه انا من ساعه لما رحت انا لقيت تعاون كبير جدا، لقيت تنسيق مع كل الناس، لقيت كل الناس بتدعمني، ما حدش حسسني ان انا صغير ولا ان انا جاي من بره ومش عارف الحكومه. بالعكس الناس كانت بتساعدني وبتبذل معاهم، ما حدش ادخر جهد ان هو يساعدني على التاقلم في المكان اللي انا فيه. بس طبعا الواحد في اي مكان فكره انه صغير وفكره انه لسه جديد بيحملك مسؤوليه بيحمل اكبر مسؤوليه وتحدي اضافه، كبير. لان يوم لما الواحد بيعمل حاجه كويسه بيتقال اهو ايه، اهو شاطر وصغير. لما بيبقى في حاجه خطا بيتقال هو شاطر بس صغير. ففكرة صغير دي بتفضل تلاحقه في على مدار المسيرة يعني. فطيب مهم جدا ان الواحد يحاول ويبذل قصارى جهده انه يخلق بصمة، وانه يغير اي فكر سائد ان ده ممكن ما يبقاش قادر، وانه هو ده ممكن لسه ما عندوش خبرة. فهو دي واحد يعني الواحد بياخدها على عاتقه ان هو يثبت عكس ما يثار. طيب قول لي في محيطك الصغير بقى او بين الاصدقاء الزملاء، يعني قلت لي في الاول انا لما جيت مصر وتقال لي في الحكومه ما كنتش مصدق او متخيل او ان البلد يعني بتتغير او في اهتمام بالشباب وتمكينهم بالشكل ده. انت الوضع ده زي ما انت شفته وعاصرته وزي ما اللي حواليك كمان اكيد برضو بيبقى فيه كلام او نقاش فيه، بتقول ايه؟ والله اللي انا بقوله هو زي اللي انا بقوله على المستوى يعني الموسع. الناس في مصر كانت، او الناس على الاقل على مستوى الصداقات والاقارب، كانوا هم بيقولوا احنا من زمان شايفينك بتعمل ده. الحمد لله. فيعني هو الموضوع الحقيقه الواحد ما سعاش اليه، بس هو من ساعه لما زي ما انا حكيت حضرتك القصه هي لا الموضوع بقى في زي مش هقول مسير، بس ان هو ماشي في سكه كده ربنا بيسهلها من عنده. فانا لقيت نفسي المكان ده. طبعا فكره المعاون دي بما اني انا كنت كمحلل سياسات، فكره المعاون دي جت من خلال اعلان، في اعلان بيتعمل وفي مسابقه وبنخش، وقدمت انا عليها وخدت راي بعض الاصدقاء والعيله والزملاء، دي فكره ما انت اوريدي شغال كمل. فقدمت وتعرضت على لجنه وعملت اختبارات وبالتالي تم اختياري. فهي الفكره كانت كلها ماشيه بسلاسه شديده جدا، وما كانش في الحمد اي لله. معارض. طيب انا عايزه بقى اتكلم معاك بقى شويه اقتصاد. اكيد. يعني اللي هو احنا فعلا بنتكلم فكر جديد، دم جديد، رؤيه مختلفه، واحنا هنا متابعين طبعا حراك واجراءات والحكومه المصريه. النهارده رئيس الوزراء في مؤتمر عالمي مع مستثمرين اجانب، اصلاح اقتصادي بيتم ومكملين فيه مع صندوق النقد، اشادات دوليه، جذب استثمارات او الاستثمارات المحليه وازاي تشتغل عليها اكتر وتساعدها، الصناعه وغيرها. ايه رؤيتك للملفات دي او التحرك فيها؟ ايه اللي احنا محتاجينه وازاي فعلا يعني نشتغل على المستثمر المحلي ويكون دعايه للاستثمار الاجنبي؟ طبعا ده مهم جدا، لان بدايه اي ترويج لاي استثمار اجنبي بتبدا بالمستثمر المحلي. صحيح. هو المستثمر المحلي هو افضل مروج للاستثمار بغض النظر عن اي شيء اخر. فطبعا بدايه الموضوع ان احنا نبدا تذليل العقبات اللي بتواجه اي مستثمر محلي، ونحاول نحل المشاكل المستثمرين بسرعه وقبل فوات الاوان، لان الموضوع كله لازم يتبصله في نطاق تنافسي. الاقتصاد المصري اقتصاد بيتنافس مع اقتصادات اقتصاديات مثيله في المنطقه وفي العالم كله. فمن المهم جدا الواحد يشتغل على ده من خلال محورين. المحور الاولاني هو ان احنا بنسعى لعقد شراكات مع قطاع خاص ومع شركات كبيره من بره. ده بيبقى مهم جدا زي ما قلت حضرتك، بيوطن التكنولوجيا، بيساعدنا على التصدير، ومش اي تصدير، التصدير منتجات وخدمات وسلع ذات قيمه مضافه اللي هي بتدخلنا فيما يطلق عليه بسلاسل القيمه العالميه. فده بيبقى مهم جدا. فده المحور احنا نشتغل عليه، ان احنا نبدا نسعى لعقد شراكات عديده. وده انا حاجه انا شخصيا بتشرف واخدها اولويه بالنسبه لي، وبتشرف ان انا بعمل مع زمايلي في صندوق مصر السيادي اللي هو تحت اللي هو برئاسه معالي الوزيره الدكتوره هاله السعيد، اللي انا بتشرف بالعمل معاهم لان هم يعني على درجه عاليه جدا من الاحترافيه، وبتعلم منهم كتير يعني. وفي الجزء الاخر على محور تاني ان احنا بنشتغل على تنميه دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال اصلاحات.
وده بيبقى مهم جدا، نبدا نشوف ايه الحوافز اللي احنا ممكن نقدمها، ايه المشاكل اللي بتقابلها، ايه البيئه التشريعيه المواتيه اللي هي بتجذب الاستثمارات وبتضمن تنافسيه الاقتصاد المصري. فدي المحورين اللي احنا بنشتغل عليهم. في طبعا حاجه ثالثه وهي مهمه جدا وبتتسق مع التوجه العالمي، اللي هو التحول للاقتصاد الاخضر. وده شيء مهم جدا، وانا يعني شعوري انا الشخصي ان هو ده هيبقى المفتاح انطلاقه الاقتصاد المصري. ودي مش عشان حاجه بس، عشان المنح اللي ربنا مديها لنا والنعم اللي مديها لنا في بلدنا اللي هي بتساعدنا ان احنا نحقق عظيم الاستفاده من الشمس والميه، وبنشتغل على الحاجات اللي زي الهيدروجين، على فكره قناه السويس، فكره الحاجات دي كلها عناصر موجوده عندنا في مصر بتساعدنا ان احنا نبدا نوطن الصناعات المتعلقه بالتحول الاقتصاد الاخضر، ونبدا ان احنا نشتغل بسرعه جدا لجذب مزيد من الاستثمارات ليها. واحنا عندنا بدانا في الموضوع ده نشتغل بدري، نظمنا مؤتمر الاطراف كوب 27 عملنا فيه، اطلقنا فيه عدد كبير من المبادرات، وعملنا فيه عدد كبير، مضينا عدد كبير من الشراكات والمذكرات التفاهم والاتفاقيات. فبالتالي احنا عندنا فرصه ذهبيه ان احنا في مصر نعتمد على هذا القطاع لان هو ياخد اقتصادنا لمرحله تانية خالص. فدي اعتقد اهم الـ احنا هيبقى لينا كلام كتير ان شاء الله ولقاءات كتيره في الفتره اللي جايه، لانه الحقيقه احنا فخورين بيك، يعني سن صغير لكن ده لوحده ميزه كبيره، انه بيبقى فيه نشاط اكبر، بيبقى فيه تحدي، وبتحاول تثبت نفسك وبتحاول تخلي ان الكلمة دي ما تبقاش عائق على قد ما تكون هي دافع انك تقدم اكتر واكتر كمان. فالحقيقة كل التحية والتقدير ليك سيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات العامة والاستثمار، اصغر معاون وزاري بالحكومة. وخليني برضو انتهز الفرصة ان انا يعني اوجه كل التحية والتقدير والاحترام للدينامو محرك الاقتصاد في الحكومة المصرية دكتورة هالة السعيد على حسن اختيارها وعلى الشغل طبعا كله اللي بتقوم بيه بالنسبة للاقتصاد في بلدنا. بشكرك يا سيف، ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب، ونشوفك دايما كده من احسن لاحسن باذن الله تعالى. متشكر جدا استاذه ربنا، وتشرفت. انا اللي شرفت. شكرا جزيلا.